حلت الكويت مشاهدينا في المرتبة 17 عالمياً وثانية خليجياً على قائمة أكثر الدول التي تضم عدد أثرياء بحسب ما أوضح تقرير الثروة العالمية لعام 2018 والذي أصدرته شركة استشارة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية كاب جيميني. مزيد عن هذا بالأرقام وبالنسب المئوية أيضا معك عبد العزيز. إليك. فعلا غوى ومشاهدين، إذن ازداد عدد أثرياء الكويت إلى نحو 188 ألف مليونير خلال عام 2018 من 174 ألف عام 2017، مسجلة بذلك زيادة بواقع 8% في عدد أثرياءها الذي تتجاوز ثروة الفرد منهم مبلغ مليون دولار، مع زيادة إجمالي قيمة الثروات إلى 6%. وأوضح ذات التقرير الذي ذكرته غوى مشاهدينا أن الدول الشرق الأوسط سجلت أرقاماً جديدة في أعداد نمو الثروات الفردية بسبب الإصلاحات المالية التي أقامتها العديد من هذه الدول مسببة الاستقرار الاقتصادي. كما أكد التقرير أن دولتي الكويت والسعودية سجلتا نمواً في الناتج المحلي وقد حققتا أداءً قوياً في السوق المالي، ما أثر إيجابياً على عدد الأثرياء وإجمالي الثروات في البلدين. في حين سجلت السعودية مشاهدين زيادة بواقع 7.4% في عدد الأثرياء والثروة على التوالي لتحتل المرتبة 16 عالمياً. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بأكثر من 5 ملايين مليونير وبزيادة بنحو 1% في الثروات الفردية. بالرغم من زيادة هذه الأعداد في البلدان العربية، أشار ذات التقرير تقرير كاب جيميني إلى انخفاض في إجمالي الثروات المنفردة بنسبة 3% مقارنة من 2017 نزولا إلى 68.1 تريليون دولار، هذا بسبب الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم.